الآثار الجانبية لموضوع الاستيراد بيفضل دايما في أولويات. والدولة المصرية يمكن من كم يوم كان رئيس الوزراء بيتكلم مع المسؤولين على ضرورة توفر الدواء. أدوية كتير مصر طبعا فيها نهضة صناعية دوائية كبيرة، لكن أدوية كثيرة بيتم تصنيعها في مصر أو بيتم استيرادها من الخارج، المكون الرئيسي فيها مستورد. كلام عن أدوية السكر والغدة إنه ممكن يكون في نقص أو يعني مش متوفرة قوي. الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية، أهلا بيك يا فندم. أستاذ عمرو إزيك؟ صح، أهلا. الحمد لله يا فندم تمام. أخبار أدوية السكر والغدة إيه والأدوية الأخرى في ظل مشاكل الاستيراد يعني؟ تمام. أولا بالنسبة للأدوية المستوردة للسكر ودواء الغدة المستورد، تمام، هو ناقص. ناقص لكن ناقص. ولكن الأدوية المصرية المسكي بدائي موجود يكفي سنة منها. فحضرتك بتقول ان اللي مش لاقي دواء لازم يكلم الدكتور بتاعه ويطلب البديل. بالضبط، لان حضرتك النهاردة النظام العالمي في اوروبا وامريكا مفيش حاجة اسمها اسم تجاري فيها الاسم العلمي، وحضرتك تعلم هذا جيدا. ده أيوة. مرة جينيريك. ايوه جينيريك يعني رقم اتنين بالنسبة لينا جوا مصر وفي التأمين الصحي والمستشفيات الحكومية ومستشفيات الشرطة والجيش وكل المستشفيات الجامعية ما يتم صرفه هو الدواء بالاسم العلمي. إنما في القطاع الخاص الناس اتعودت وثقافة الناس إن الاسم التجاري ده يعني مثلا أنا يا إما يبقى ناقص يعني لو مش ده يبقى مش حاجة تانية. العلم حضرتك انا الاسبوع اللي فات احنا تقريبا شبه اسبوعي مع هيئه الدواء اداره النواقص واداره التسعير بنتابع معاهم الموقف يوم عن يوم. فالاسبوع اللي فات كان في اجتماع وبنتكلم على دواء الغده بالتحديد، فقال لك والله بص انا النهارده ببص لها بنظره اقتصاديه، انا النهارده مصر عندنا اكتر من اربع او خمس شركات عندها مسائل وبدائل بتغطيني لمده سنه من أدوية الغدة، ما عندناش مشكلة في أدوية الغدة. وهي لها نفس الفعالية بتاعت الأدوية اللي هي ناقصة مستوردة. بالضبط بالضبط، نفس الفعالية ونفس بل بالعكس الأسعار التلت، سعرها التلت. واخد بال حضرتك؟ زائد إن مصر كمان سمحت باستيراد دواء للغدة بديل للدواء الأجنبي الأصلي خلاص. فأصبح النهاردة عندي أكثر من حوالي خمسة أو ستة بدائل ومسائل موجودين بنفس المفعول بنفس التأثير بتكلفة أقل. حضرتك النهاردة نحسبها تجارية، أنا النهاردة لو استوردت دواء بعشرة مليون دولار للغدة وجدت مادة خام بمئة ألف دولار، المادة الخام بمئة ألف دولار كتكلفة هو العشرة مليون دولار دول تكلفتهم الأصلية على الدولة الأجنبية كده، ولكن بيبيع لنا بالسعر الغالي بيبيع لنا بالسعر الغالي. فأنا هنا الصناعة الوطنية توطينها النهاردة هنا برضو يجي دور الطبيب، وأنا آسف أن أنا هقول ده كمان بيجي دور الصيدلي أنه يقترح رغم أنه المفروض ده يعني مش علمي قوي، إنما برضو الصيدلي يقترح. الصيدلي أساس الموضوع النهاردة هو اللي يقدر يقول للمواطن إن والله أنا عندي بديل كويس. نفس التأثير ونفس البتاع، وأنا في صيدليتي بعمل كده وبخلي الناس تصور البديل وترجع للأطباء كده صح. وبيجولي وبياخدوا وبيلاقوا سعر دواء غدة مستورد النهاردة حضرتك ب 28 جنيه العلبة فيها 50 قرص. تمام. فالدنيا لا الوضع ان انا مش احنا في توقيت لابد من ان احنا نتعامل علميا زي ما بره بيتعامل نشوف البدائل. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال، وانا فاهم انه في مصر ما ينفعش حد يرفع سعر دواء غير انه هو بيبعت وياخد تصريح بهذا الامر وكل هذه الاشياء كل ست اشهر، يعني ليها طريقه يعني. تمام. حضرتك الدواء بيزيد كل اسبوع
تمام. ليه؟ بص حضرتك، القواعد العامة لتحريك أسعار الأدوية النهاردة إحنا بنتحرك في من 25 ل 30% على حسب دواء مرض مزمن أو مرض أكيوت أو كده. خلاص، القاعدة الثانية إن ما فيش دواء بيتحرك سعره قبل سنة. لا لا لا، أنا عارف القواعد. الحقيقة في السوق الدواء بيزيد كل أسبوع أسبوعين. حضرتك احنا لينا أدوية بنجيبها وبتخلص، فبنجيبها تاني. أما بنجيبها تاني بتبقى أغلى من المرة اللي قبليها بدون ست أشهر ولا حاجة. الناس بتلاحظ إن الدواء بيزيد. لا حضرتك، أولا السعر المدون على العلبة، وده قرار وزاري من 2017 على جميع المؤسسات الصيدلانية سواء مصانع أو موزعين أو صيادلة. هتلاقي في الصيادلة وتلاقي في مشكلة دلوقتي في الصيدلات حاجة اسمها السعرين، سعر قديم وسعر جديد. أنا النهاردة كان عندي أسبرين أطفال بسعر 9 جنيه العلبة، وهو غلي في السوق ب 12، دخل الزبونة لمت اللي موجود، واخد بال حضرتك؟ لا يعني دكتور علي، دكتور علي حضرتك صيدلي وموجود في السوق، أنت مش عارف إنه الأدوية بتزيد بلا قرارات دلوقتي؟ لا حضرتك، الدواء، لا احنا بنتكلم على دواء ولا مكمل غذائي؟ لا 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 لا، انا بكلمك على دواء. دواء رسمي لعلاج سكر، لعلاج ضغط، لعلاج كل حاجه يعني. لا حضرتك، هات علبه دواء، علبه دواء واحده، وتعالى لهيئه الدواء تقول لهم فين قرار اللجنه اللي وافع على الزياده دي، هيطلع لك قرار لجنه. مفيش علبه دواء في سوق محطوطه على الرف صيدلي ما هياش ما تم تحريكها الا بموافقه لجنه بعد دراسه كل فواتيرك وكل فواتير الشركات المنافسه ليك نفس سعر الماده الخام. يعني انا ما بروحش اقول انا عايز 50 جنيه عايزها 100 جنيه هيوافق لي، لا، ده بيشوف مصاريفي وبيشوف سعر الماده الخام بره، وبيشوف شركات المنافسه بتجيب بكام، وبيشوف كام انا اخر فواتير دخلتها بكام. فالموضوع مش معمول بدراسه، في ضوابط لتحريك اسعار، ولكن لابد من تحريك الاسعار. النهارده زياده الدولار زاد 100%، النهارده حضرتك الزياده اللي بتتم من 25 ل 30%، تمام؟ وده برضو نظرا للظروف الاقتصاديه بتاعه اللي احنا بنمر بيها، لان الدواء سلعه اساسيه. الحاجه الاهم، وده طبعا احنا بنكرره، ان هو في عندنا اللي هو 15301 الرقم بتاع هيئه الدواء لاداره النواقص، بحيث ان اي حد عاوز اي دواء مش لاقيه هيرجع لهم، هيردوا عليه ويقولوا له يبدلوا كمان. دكتور علي عوف، رئيس شعب